مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق الآية الكبرى لمعتبري ومن هو النعمة العظمى لمغتنمي ساريت من حرمي ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داجم من الظلم وبيت ترق إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لا تدرك ولم ترمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك جميع الأنبياء بها الرسل تقديما مخدوم على خدمي وأنت تختاري السمع الطيب به في موكب كنت فيه صاحب العالمين حتى إذا لم تدع شأوا لمستبقين من الدنو ولا مرقا خفضت كل ما قام بالإضافة إن نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بوصل أي مستدين عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشتركين وحزت كل مقام غير مرتحمي وجل مقدار ما وليت من رتبي وعزى إدراكما وليت من نعمي بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدمي لما دعا الله داعينا لطاعته لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه.